كرة القدم دروس، أوكي؟ وأهم الدروس أنك تتعامل معها حتى اللحظة الأخيرة مع صافرة الحكم، أوكي؟ الأهلي أقول لهم، أقول للأهلاويين ما كل مرة تسلم الجرة، أوكي؟ نتيجة قريبة من هذه النتيجة جمعت مين؟ الأهلي مع العين، وتو تحت الهواء كنا أنا وسليمان نتكلم عن أنه العين في ذيك المباراة أمام الأهلي ما كان يستحق أن يخسر في ذيك المباراة، وكان أداؤه جميل. لكن خلينا نرجع للمباراة وأحداث المباراة. من شاهد المباراة الشوط الأول 45 دقيقة الأولى تشعر بأن الأهلي من الممكن أن يخلصها بالخمسة والستة، ولا يمكن. أنا متأكد طارق كيال والجهاز الفني الأهلاوي، أوكي، ما جاء في مخيلتهم 1%، شوف 1%، أنه سيخسر، أوكي. وفي المقابل الدكة المقابلة اللي يجلس عليها بن زكري أيضا ما جاء في مخيلته 1% أنه سيكسب. لذا نقول كرة القدم دروس، ومن أهم دروسها يا العويس أن تتعامل حتى اللحظة الأخيرة مع الصافرة. خليني أتحدث عن العويس تحديدا، النقطة الأضعف والحلقة الأضعف حاليا في النادي الأهلي بعد أن كان سنوات مصدر اطمئنان للأهلي وللمنتخب السعودي. ما عين خير أبد من يوم ما أخذ كوبري أمام الشباب،